لنستطلع الآراء اليوم ونلقي الضوء على بعض الخدمات أو بعض المشاكل التي تم نشرها في الأسابيع الماضية. نستطلع آراء المواطنين في هذا اليوم المبارك من مدينة مادبا. والله المخالفات امبارح شاب صاحبي اللي تخالف الساعة 7 الصبح، تخالف على المقابلة لأجل زيادة وهو ماخذ 65 قرش، هم بيقولوا فيش مخالفات، بس والله احنا شايفين في الشوارع انه في مخالفات. يعني ممكن تكون عدم تنظيم من البداية، نعم، وممكن تكون عرض الشوارع يعني مقارنة مع حجم السيارات عم بيزداد على عرض بطل التسع. نعم. طب برأيك الحل؟ إعادة التنظيم. إعادة التنظيم. نعم. والله في أزمة سير. طب شو رأيك المشكلة من وين تكمن؟ والله المشكلة تكمن في أنه في هناك طيارات بتصف الأماكن المخصصة للتسوق. نعم. فمفروض هاي تكون بالكراجات. ما في كراجات. هذا والله مسؤولية البلدية انه ما في. طيب مخالفات كثير اخوي عمر؟ والله في مخالفات. والله لازم كثير. نعم. مخالفات. والله مخالفات هسه على طول وين ما تصف مخالف. نعم. طيب شو رايك الحل والمشكلة؟ والله هذه ما في لها حل. ما في. ابدا. وخاصة المادرة. ومادرة. حكوا انه حلت المشكلة ولكن ما زالت. ما في مشكلة لانه المشكلة عند البلدية مش عند الناس. السبب شو اسمه؟ كثرة السيارات. نعم. عدم الالتزام شو اسمه بالقواعد السير. هذه الأسئلة. مخالفات. مخالفات والله لا أعلم. في مخالفات طبعا أكيد، والشباب مش كمان مؤدين واجب زيادة. في مخالفات سير وفي أزمة سير. والله في. برأيك قديش صار هالمدة هاي يعني السير وأزمة السير؟ بنحكي عن أزمة السير. انحلت قالوا انحلت. والله هي خفت اللي بصراحة. والله هي خفت. لكن بالمقابل في مخالفات أكثر. في مخالفات. وحوادث بس خفت الحمد لله. نعم. بس في مخالفات، في مخالفات بصراحة يعني. نعم. يعني انت تجي وسط مادبا في ازمه، في مبين في ازمه، بس الحمد لله عندنا السير والله منظمه بشكل عام، يعني الحمد لله منظم كل شيء والله كثير يا معلم. طيب ساعات الذروه ولا دائما باستمرار تقريبا؟ طب ما حكونا حلوا مشكله السير. سبب ان الارصفه اللي سووها هاي شايفها عامله. نعم. الارصفه هاي. نعم. اصحاب المحلات التجاريه صفوا سياراتهم الخاصه بيهم. نعم. من الصبح لنهايه الدوام او للمغرب. نعم. يجي زبون بده يشتري ما يلاقي، يا يصف يعمل ازمه. نعم. او صف مزدوج. نعم. وخصوصا لازم يعملوا بارك خاص. طيب. مناسبة العيد كمان لها دور، اما هي والله ازمه باستمرار. طيب. دائما المخالفات والله يشوف اللي يخالف يستحق انه يتخالف، اللي يمشي صح ويصف صح ما راح الناس يخالفوا. تحدثنا مسبقا ونتحدث مرارا وتكرارا وشكاوى المواطنين عن ازمه السير وكثره المخالفات، هذه المشكله ما زالت يعاني منها المواطنون، وراينا وسمعنا كيف يعاني السائقي المركبات وسط المدينه من الازدحام المروري وارتفاع عدد المخالفات لهم. الحقيقة الدولية مادبا، خلدون الزايدي.